طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، أمريكا تبحث إنشاء لجنة دولية لتوثيق الانتهاكات في اليمن. من المواقع الدولية، بايدن في السعودية، الحفاظ على حليف تاريخي في أوقات صعبة. ومن الأخبار المنوعة، القبض على قطة بعد 3 أسابيع من الملاحقة في مطار لوغن. أهلا بكم. تبحث الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية إنشاء لجنة دولية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها. موقع بلقيس نقل عن صحيفة الجاردين البريطانية أن الهيئة الجديدة يمكن أن تملأ الفراغ الذي تركه فريق الخبراء البارزين المعني باليمن بعد رفض تجديد ولايته في مجلس حقوق الإنسان العام الماضي. أضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تدرس أن تضم اللجنة الجديدة ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد ضغوط الكونغرس بشأن اتهامات الولايات المتحدة ببيع الأسلحة الفتاكة للتحالف السعودي الإماراتي المتورط في انتهاكات جسيمة في اليمن، كما تأتي بالتزامن مع زيارة للرئيس الأمريكي للمنطقة بما فيها السعودية لبحث ملفات عدة بينها تثبيت الهدنة في اليمن. وهناك تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أضاف أن ميليشيا الحوثي قامت بتجنيد 172 طفلا خلال العام الماضي، فيما جرى التحقق من أكثر من 600 حالة قتل وتشويه ارتكبت بحق الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي إضافة إلى المناطق المحررة. قمة الرياض واليمن، تحت هذا العنوان كتب مصطفى النعمان مقاله في اندبندت عربية وأضاف في المقال: اليمن سيكون حاضراً في النقاشات الجماعية والثنائية، وعلى الأخص القول إن تمديد الهدنة لأطول فترة ممكنة واجب الحدوث لأنها قضية إنسانية وأخلاقية يجب العمل عليها. وللتوصل إلى ذلك فالأمر يستدعي تجاوب المتحاربين المحليين الذين تحولت الحرب وقطع الطرقات إلى مصادر إثراء لهم ولو على حساب الناس، وحيث إننا ندرك أن الحرب اليمنية قد أصبحت شأناً إقليمياً ودولياً، فكذلك ستكون مخرجات حلولها وسيكون على اليمنيين القبول بالتنازلات الوطنية الكبرى والارتقاء الأخلاقي لوقف الحرب قبل فرض كل شروطها عليهم. يجب على اليمنيين استغلال ما تبقى من اهتمامات العالم بقضيتهم والعمل على الاستفادة من لحظات الزخم الأخيرة التي تدعو لإنهاء المأساة اليمنية والالتفات إلى تحسين معيشة الناس وأمنهم وخدماتهم الأساسية. ولا شك أن الرئيس بايدن يعلم أن الحكومة الحالية تمثل الطرف الأضعف في المعادلة السياسية والعسكرية، وأن الحوثيين يتعاملون مع واقع أنهم بعيدون عن التأثير بأي ضغوط خارجية، ومن هنا يجب البحث في المحفزات التي يمكن لها أن تدفعهم إلى مفاوضات على أرضية متساوية دون الحاجة إلى استخدام ورقة القوة لتهديد الآخرين. ولا أعني هنا استمرار الحرب لأنها أثبتت عدم جدواها كما أعلنها البيان الختامي لمشاورات الرياض الأخيرة. الرئيس بايدن سيرغب في العودة من الرياض حاملاً في حقيبته الموافقة على هدنة طويلة، والكل يفهم أن ذلك لن يمثل نهاية الحرب ما لم يستمر الدفع بعملية التفاوض بين الأطراف. ومن اليقين أنه يعلم أن أطرافاً إقليمية يمكن لها أن تلعب دوراً إيجابياً كما فعلت في الماضي، وأقصد هنا سلطنة عمان التي تعمل عن قرب وبالتفاهم مع المملكة العربية السعودية للدفع بعجلة المفاوضات السياسية واستمرار الهدنة. سيول الأمطار تجرف عشرات الألغام بمحافظة الجوف، عنوان موقع اليمن مونيتور، مشيرا إلى أن الألغام التي زرعها الحوثيون في الجوف كشفت بعضها مزروعة على الطريق الرابط بين محافظتي الجوف ومارب، وتعرض المسافرون وسائقو الشاحنات لبعض من تلك الألغام خلال مرورهم على هذا الطريق المفخخ. وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت أن 68 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم باليمن خلال شهر يونيو فقط، بينهم
31 طفلا في انفجار ألغام وقذائف من مخلفات الحرب. ولا يزال الانتشار الواسع للألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن يمثل خطرا كبيرا على المدنيين، لا سيما النازحين العائدين إلى ديارهم، خاصة مع زيادة حرية الحركة نتيجة للهدنة. وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال الحرب المستمرة للعام 8 على التوالي. مع حلول الرئيس الأمريكي بايدن ضيفا على المملكة العربية السعودية، جرى الكشف عن خطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام، الأمر الذي يدفع الكثير من المحللين إلى التساؤل عن ماهية هذه الخطة، كتب عبد سالم لموقع المصدر أونلاين وأضاف: يمكن القول أننا أمام خطة سلام أمريكية هشة في اليمن، وأن المسار الأمريكي الذي سينتهجه بايدن للسلام في اليمن مرتبط بشكل وثيق بخصوصية العلاقة السعودية الأمريكية أكثر من ارتباطه بالشأن اليمني، ومحاولة أمريكا ربط مسار السلام لليمن في ثنائية المعادلة الإيرانية السعودية وليس ثنائية الشرعية اليمنية والانقلاب، وكذا إمكانية مقايضة الإدارة الأمريكية لإيران بإنهاء بعض مظاهر الأذرع الإيرانية بالمنطقة مقابل بقاء المشروع النووي الإيراني. من أكبر تحديات السلام الأمريكي في اليمن نشوء معادلة أمنية حوثية إيرانية ناشزة أو مختلفة بشكل كلي عن معادلة منظومة الأمن الإقليمي التي تشكلت في المنطقة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وسيادة القطب الأمريكي الواحد. لا شك أن هذه المعادلة الأمنية الحوثية غير المنسجمة مع واقع المنطقة تشكل العائق الأكبر أمام مشروع السلام الأمريكي، وهو العائق الذي لا يمكن تجاوزه أو ترويضه أو احتوائه، الأمر الذي يجعل من إمكانية تحقيق مشروع السلام الذي وعد به الرئيس بايدن أمراً مستبعداً جداً، ليظل في أحسن أحواله مقيداً بسلسلة من الهدن العسكرية حتى تتبلور مشاريع للحلول، هذا إذا لم تستأنف الحرب وقائعها من جديد بصيغتها السابقة أو بمضامين وتحالفات جديدة تحت شعار الحرب من أجل السلام. رغم ظروف الحرب وتداعياتها على البلاد، أعلنت جمعية فناني حضرموت في اليمن تخريج 50 عازفا جديدا لينضموا إلى الساحة الفنية. وجاء في موقع يمن فيوتشر أن الجمعية أكدت في ختام دورة المايسترو غالب اليزيدي برعاية صندوق دعم الثقافة والتراث ومؤسسات أخرى أن جميع الخريجين صار بمقدورهم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، وذلك بعد مشاركتهم في برنامج تدريبي مكثف استمر لأكثر من نصف عام. وقد وصف رئيس الجمعية محمد أنور هذا الحدث بالعمل الاستثنائي العظيم، واعتبر أن ظهور 50 عازفا وعازفة جديدا على الساحة الفنية الحضرمية في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد أمر يبعث على الأمل والتفاؤل. وخص أنور بالشكر كل من ساهم في إخراج ذلك الجمال إلى النور رغم المنغصات والعراقيل التي حاول أعداء النجاح وضعها أمامهم على حد تعبيره. وبحسب حديث إدارة الجمعية فإن نجاح هذا البرنامج كان يمثل تحديا حقيقيا، خصوصا إذا ما أخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتواضعة لمؤسستهم والوضع العام للبلاد ومشاعر الإحباط التي انعكست في الأوساط الفنية اليمنية. جمعية فناني حضرموت اعتبرت هذا الحدث بمثابة انتصار للحركة الفنية والإبداعية في المحافظة، وأكدت أنها تهدف لأن تصبح إطارا جامعا للإبداع إلى جانب دفاعها عن حقوق الشعراء والمنحنين والمطربين. في محافظة لحج ضاقت خيارات أماكن الترفيه للعائلات وأطفالهم، فلم يجدوا ضالتهم إلا داخل منازلهم، فكانت السبيل الوحيد للأهالي للتحايل على أبنائهم الذين ما انفكوا يطالبون الخروج من المنزل. كتب الصدام اللحجي لموقع عدن الغد موضحا أن غياب الحدائق
العامة وأماكن الترفيه المجهزة للأطفال يعد مشكلة قديمة حديثة في مدينة الحوطة منذ سنوات طويلة، تتجلى من خلالها اتهامات السكان للسلطة المحلية التي عجزت عن قيام أي ملهات أو ملاهة أو منتزهات للأطفال. ويؤكد المواطنون أن عدم وجود أماكن ترفيهية للأطفال وللعوائل أثر سلبا على نمط الحياة وسلوكيات الأطفال في مدينة الحوطة. في ظل هذا الغياب تبقى الشوارع والأزقة المحيطة بالنفايات الفسحة الوحيدة للأطفال للهو واللعب. المواطن رمزي أحمد قال إن معاناة أهالي الحوطة تكاد لا توصف خلال أيام العيد التي أجبرنا خلالها على البقاء في منازلنا لعدم وجود أماكن ترفيهية. ماذا يريد بايدن؟ تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله في العربي الجديد مضيفا: السعودية لم تغلق الباب أمام الحوار والتصالح مع إيران، ومن اللافت ما تم الإعلان عنه قبل أيام من لقاء مرتقب في العراق بين وفدين سعودي وإيراني، ومن الممكن أن تصدر عنه مواقف مهمة في مجال التقارب بين الرياض وطهران. فكيف يتقاطع هذا التقارب مع الأحاديث عن سعي السعودية إلى تشكيل تحالف ضد إيران؟ وأي تحالف ممكن أن يتشكل من طرفين هما الإمارات والبحرين؟ هذا إذا فرضنا أنهما معنيان في فتح مثل هذه الجبهة في ظل العلاقات الاقتصادية الوطيدة القائمة مع إيران. لا يمكن أن تكون أهداف بايدن تشكيل مثل هذه الجبهة، وهي ليست من أولوياته. فالدرجة الأولى يرغب الرئيس الأمريكي في تأمين مصادر الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا ومحاولات الرياض وأبوظبي التملص من رغبة واشنطن في زيادة إنتاج النفط. وبالدرجة الثانية يسعى بايدن إلى الحفاظ على المسار الذي دشنه سلفا في فتح باب التطبيع مع إسرائيل، وهو ما لن يجهد نفسه في تحقيقه مع تخطي بعض المشاركين الرغبات الأمريكية بالتطبيع إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. تأتي زيارة بايدن إلى السعودية في ظروف صعبة، فالشريكان التقليديان ابتعدا عن بعضهما في الآونة الأخيرة، وتغيرت الأولويات في ظل الحرب بأوكرانيا، ولم تعد قضايا حقوق الإنسان تحظى بالاهتمام. فهل تعود العلاقات إلى سابق عهدها؟ تساءل موقع الدي دبليو موضحا أن قراره جعل المملكة العربية السعودية محطة في إطار رحلته الأولى إلى الشرق الأوسط. وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن غضبا كبيرا في الداخل لدرجة أنه اضطر لتبرير موقفه في صحيفة واشنطن بوست. كتب بايدن أنه على علم بأن الكثيرين لا يتفقون مع قراره، لكنه سيسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الرياض مع الحفاظ على القيم الأمريكية الأساسية. قد تكون هناك أيضا علامات على تغير في الموقف فيما يتعلق بنقطة خلافية أخرى في العلاقات الأمريكية السعودية، وهي الحرب في اليمن. وبحسب رويترز ناقشت الحكومة الأمريكية إنهاء حظر تصدير الأسلحة الهجومية إلى السعودية في شباط فبراير عام 2021، وأعلن بايدن أنه سينهي دعم بلاده لعمليات الهجومية مشيرا إلى الحرب في اليمن، وشمل ذلك تسليم الأسلحة المستخدمة هناك. بائعة الثقاب العربية، تحت هذا العنوان كتبت لميس أندوني مقالها في العربي الجديد مضيفة: العالم تغير لكن ليس إلى الأفضل، وعالمنا العربي يعيش أعياده ويحتفي بها متجاهلا أن أعداد من شردوه من أوطانه تتزايد وبسرعة. ليس من تداعيات نظام اقتصادي يطحن الكادحين ويزيدهم فقرا، بل من ويلات حروب لم ترحم. فلا نستطيع الغناء ليمن سعيد يعاني أطفاله من أهوال الحرب والجوع والأوبئة، فيما تشرد سوريون وعراقيون قبلهم والمحظوظ من نجا من الموت. كنا نئن من جرح نكبة فلسطينية، فأصبحنا نعيش جروحات نكبات عربية. أطفال فقدوا ويفقدون طفولتهم فيما تتحارب دول وتتصالح. يبقى الضحية حالة منسية نلتفت إليها بشفقة أحياناً. طفل فلسطيني يفقد عائلته التي تقضي تحت ركام بيت دمرته الصواريخ الإسرائيلية. طفل يموت من الكوليرا أو بأوبئة جديدة وقديمة في اليمن. وطفل سوري ينجو من أتون الموت
ليقطن في مخيمات برد وجوع. وإن كان فقدان البيت وحده ليس مصيبة، فالتهجير والهجرة القسرية فقدان أمن وأمان ورحلة عذاب إلى مستقبل مجهول. خصصت مجلة إيكومونيست عدداً خاصاً يحذر من اضطرابات اجتماعية وسياسية هي ثورات جوع أو انفجارات ضد القمع والحرمان. بعض الدول ستأخذ إجراءات لتخفيف الأزمات منعاً من انهيار على أنظمة حكمها، ولكن هي حلول ترحيل أزمات. فصرخة عيش، حرية، عدالة اجتماعية لم تسمع، وحتى من انخرط في الحكم بعد الانتفاضات العربية انشغل بتثبيت السلطة والمنافسة على مكاسبها وإبقاء صرخة الشعوب معلقة في الهواء. ألقي القبض أخيراً على قطة كانت تهرب من موظفي مطار لوغان الدولي في بوسطن الأمريكية وموظفي شركات الطيران وخبراء الحيوانات منذ هروبها من ناقلة للحيوانات الأليفة في المطار قبل نحو 3 أسابيع. وذكر موقع العرب الجديد أن المتحدث باسم المطار قال: لن نعرف أبداً إذا كان ذلك بسبب التعب أو الجوع، لكن القطة سمحت لنا أخيراً بالإمساك بها. وأوضحت وكالة أسوشيتد بريس أن فحصاً طبياً قد أجري لرودي وستعود إلى عائلتها أخيراً. ونشرت صاحبة القطة سابقاً أن العائلة كانت عائدة إلى الولايات المتحدة من ألمانيا، ولكن عندما هبطت الطائرة هربت القطة السوداء البالغة من العمر 4 سنوات ذات العيون الخضراء من قفصها وذهبت لمطاردة الطيور. وأدى ذلك إلى عملية بحث واسعة النطاق شملت موظفي المطار والخطوط الألمانية وعمال البناء والمدافعين عن الحيوانات، بالإضافة إلى استخدام كاميرات الحياة البرية وفخاخ الإطلاق الآمن. وفقا لصاحبة القطة، فإن خطوط لوفت هانزا الألمانية استأجرت صيادا، وعلى الرغم من المشاهدات العديدة لها فإن رودي استعصت دائما على ملاحقيها. البدر المكتمل يتألق في سماء اسطنبول، نتابع هذا التألق. مختارات من الصور التي التقطت في أنحاء العالم خلال أسبوع نشرها موقع الجاردين البريطاني، نتابع. مجموعة من رسوم الكاريكاتير في آخر جولة من هذا البرنامج. وبهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.